أكد وداد تمارا انتقال ظهيره الأيسر عبر منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: شكرا سهيل العامري على كل ما قدمته لفريق الوداد الرياضي، وحظ موفق رفقة فريقك الجديد الوداد الرياضي. يذكر أن فريق الوداد الرياضي نجح في حسم مجموعة من الصفقات بتوقيعه لحدود الساعة لكل من المترجي إسماعيل وسيف الدين بوهرة إعارة لموسم واحد من شباب المحمدية، وياسين فينتي المهدي أصحابي وإلياس الزاهر من فريق فتح سباتة. ولا يزال فريق الوداد الرياضي يحاول حسم صفقات أخرى، حيث أشار صارت مصادر مطلعة اقتراب واتفاق المدافع الجزائري عماد الدين بوبكر لانتقاله لفريق الوداد الرياضي والمصادقة على التوقيع فقط من أجل انضمام لفريق الوداد الرياضي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم.